بمقر المدرسة الملحقة بالأكاديمية الشهيد عبان رمضان، أشرف اللواء قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال يوم 27 نوفمبر 2022 على افتتاح حفل الانتساب بمقر المدرسة الملحقة بالأكاديمية الشهيد عبان رمضان، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف قوات وهياكل وزارة الدفاع الوطني وإطارة الأكاديمية، حيث ألقى اللواء قائد الأكاديمية كلمة بالمناسبة ليتم بعدها تقليد الشارات للطلبة ومنه انتقال التشكيلات إلى خط الاستعراض وتقديم عروض الكتل الرياضية لمختلف الفرق، إضافة إلى استعراضات عسكرية، ليسدل الستار على هذا الحفل باستعراض على أنغام الموسيقى العسكرية عكست الانسجام التام والتنسيق المحكم والتنظيم الدقيق لمربعات المنتسبين. صورة تعبر عن مدى لحظاتها.